الجولية بيناتنا حلم حياتي نقرا في المان نتعلم لغة جديدة نعيش في الأوروب نغامر نكتشف ونوصل لبعيد ما يا معلم صاحبي شنية هذي اللونج وبيزا 50 مليون ياي اوي اوي ايش تحكي يا مش لازم اي بطل بطل ناي سك البرنامج علي كنت خامم نفس الحكاية بالسيد هذا فيديو هذا تعز تحت على احسن فيديو شو جابك على معظم الأسئلة اللي تجي المخ واحد كي يخمم شقرة عن ألماني ومن عبيد عاش الإكسبرينس مش من الأجنس اللي يحبوا ياخذوا فلوسك أنا أحسن إتجاه عن ألماني كملت الباك عملت الدوسي طلعت قريت الألمان ونقرأ في الونيفرسيتي ودارمشتات انفرماتيك وبش نوريك انت كيفاش تعمل الحكايه هذه بالضبط. اقعدوا معايا للاخر باش نعطيكم برشا تيبس اند تريكس منهم في عود العام الاول ما يتكلف لك 50 60 مليون يتكلف لك 5 مليون كهو. اوكي فرق كبير دونك تابعوا معايا وتتفهموا الحكايه الكل ويلا حسين تاع المونتاج يا دور كل الترو خلينا نتوكلوا اخويا على رب. شوف مش طولوا الحكايه وهي قصيره صحيح فيها برشا ديتاي اما نحاول نعطيكم فكره جينيرال واللازم في اللازم باش نعطيكم زاد الاكسبيريونس نتاعي انا نتاع العباد اللي نعرفهم لهنا مش نتاع لي زاجونس خاطر فرق كبير وهذوما اللي بوان باش نحكيو عليهم اليوم كما تشوفوا باش نبداو من قبل الباك بعدك توصل للباك واليونيفرسيتي شنو الحاجات اللي تبوهم باش تعرف روحك على شنو مطلوب منكم فان ونتعداو بعدها الاهم بارتي اللي هي تحضر الدوسي نتاعك باش تاخذ الفيزا باش تنجم تطلع الالماني وبعد الموضوع الكبير اللي هو الفلوس ديما هذاك الموضوع موجود وفي الاخر تيست دو لونغ لازمكم تعملوا لهنا وتعملوا غاديكا شنو حكايه التيست دو لونغ سو ويزاوت فردر ادو هيريز مخ الهدره اول حاجه قبل الباك قبل ما تخلط الباك فما برشا يقولوا لازمك تعمل الالمان كاوبسيون لي ماهيش ضروره جيرمان ان هاي سكول از نوت ا ريكويرمنت اتس ا بلس فور شور كل ما تقرا الالمان كل ما خير مي ماهيش ضروره جي الباك اونفا الحمد لله على السلامه بسلامه ارتحنا منه وجاك المعدل نتاعك دونك المعدل راي حاجه تعاون يس مي ماهيش باش تقف عليها الدنيا بيان سور كيف تجيب اكثر من سيز ولا حاجه هكا باش يعاونك باش تضر معناتها حاجه باهيه في الدوسي نتاعك نتاع الفيزا سي جوست ان بلوس كي يبدا عندك معدل طايح شويه وقتها فما الخوف انه يعملوا لك ريفيو على خاطر يقولوا ليه هذا امبوسيبل معناتها يلقى قرايه في المانيا دونك من غير ما يعطيوك الفيزا من الاول وقتها لازمك دوسي فريمون بارفي ماذا بيك اكسترا كوريكولار اكتيفيتيز حاجات اخرى عملتها اكوتي ايفنتس اللي هو كل ما تعبي السي في نتاعك كل ما خير ديما هذيا قبل ما نحكيو على الجيرمان يونيفرستيز بالضبط السيرتيفيكيتس اللي يقبلوهم لازم تعرفوا لي نيفو دالموني هما A1 A2 B1 B2 C1 C2 النيفو نتاعك باش تدخل لليونيفرسيتي لازم يكون في C1 هكاكا وبالضبط لازمك تعدي certain tests مش جوست اي حاجه اي سيرتيفيكا من اي بلاصه يقبلوها كل يونيفرسيتي تقبل certain tests كيف ما التيست داف 4 or better, DSH 2 or better, TELC 1 و Goethe Hochschule C1 دونك يفرقوا وكل واحدة شنية تقبل فما حتى يقبلوا الـ B2 تعطيهم سيرتيفيكا B2 يقبلوا وبعدها ما تدخل تقرأ كان ما تخلط الـ C1 متاعك دونك كما شفتوا الحكاية تفرق من University to University دونك أول PS check University اللي باش تقرأ فيها ولا اللي تحب عليها ولا تشيك كلهم كل واحده شنو تطلب دونك اعمل الليست نتاعك باش تعرف على شنو قادم وين لازم توصل في اللونج دونك تو باش ندخل لاهم واصعب بارتي الدوكيمنت بريبريشن لهنا لازمك تحضر اوراق تطلبهم منك لومباساد تاخذ رونديفو نتاعك وبعدها تمشي تقدمهم الاوراق وبعدها تستنى حكايه شهر باش يعطيوك الريبونس نتاعهم يا خذيت الفيزا يا رفو اللي حاجه ما يحبوش الجمله دونك انت باش تماكسيميزي لي شانس نتاعك باش تمشي تقرا في المانيا هذه لازمك حاجة تكون متأكد منها 100% لازمك أوراق كاملة حتى ورقة ما هي غلطة باش ديما نقصوا في الشانس نتاع ديلي وإلا رفيو ماهيش صعيبة برشا راي على خاطر
نو بس هاد سامبلومون تقول لك شنو هي الاوراق اللي تحب عليهم، ماهيش كي اللي تخبي عليك معناها. تقول لك عالسيت نتاعها شنو هي الاوراق اللي لازمتك، وما عليك كان انت تتبعهم وتحضرهم وسامبلومون باش تقدم الدوسي نتاعك. مي بياس لهنا اولويز تشيك ترابل تشيك 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 السيت نتاع السفاره على خاطر راهم الاوراق ممكن يتبدلوا في اي لحظه في اي يوم. دونك ديما تاكد منهم ريغوليرمون، وماذا بك قبل ما تمشي تبدا 100% متاكد لي هذو هما الاوراق المطلوبين وكلهم كاملين. كذا الليست نتاع الدوكيومنتس از اوف توداي ممكن تتبدل راي، مي الريكويرمنتس حد الان اكبر واحدين نحب نحكي عليهم اللي هما اولا تيست لونغ A2، ومن بعد باش نزيدو نحكيو عليه. مي انت باش تنجم تاخذ فيزا لازمك على الاقل نيفو A2، تنجم تدخل لليونيفرسيتي لازمك سي 1. حاجه اخرى اللي هي الكونت بلوكي، لي سوم تاعو راهي ممكن تتبدل، دونك رد بالكم. واحسن حاجه زاد هنا انكم تبلوكيو الفلوس لبرا، نعرف برشا بلوكيو في تونس وترفيزي الدوسي بليد الحكايه. مي يس وتوا دخلنا في الامور السيريوز. هاي هاي الولاد هاي ركزوا معايا، فهمت كيفاش الفلوس. الفلوس as a rule of thumb بليز او موا approximately، ما نجمش نزيد نقول لكم اكثر، راه هذه approximation تستحق في حكايه 16,000 اورو، 15,000 اورو. البريك داون نتاعهم هذوما هاو كيفاش، حكيت 10,000 وشوية للكونت بلوكي، ماهيش فيكس راي تتبدل تزيد وكل شيء ومتعرفش عليه. ميك شور السوم شنية قداش بالضبط وبلوكي السوم هذيك، ماذا بيك زادة في بنكة البرا وصرت في ألمانيا. وعندك بعدها ليكول دو لونغ، ليكول دو لونغ عندك حسب هكاك 6 أشهر قراية ألمان انتنسيف، قولوا شهر ب500، وفما زادة لانك بون ماذا بيك مانيش متاكد كانها ريكويرمنت ولا اللي هي الجوب نتاعكم انكم تتاكدوا. خلص معناتها كريك نتاع الاشهر الاولى من هنا، وهي حاجه بالرسمي باش تفتحك كيك حكايه 3 اشهر. دونك تخلصوا هذوكم من هنا نقولوا 500 في 3، عندك حسب زاده لي تيست والبيي وما حاجات معناتها ديفري منه ومن غاديك بالسهل توصل ل 15,000 و 16,000 اورو. راهي هذه ابروكسيماسيون خاطر زاده كل كول دو لونغ كيفاش، كل واحده شنو هي الفريم تاعها، وهذه امور لازمك تشوفها انت وحدك وشنو هي انت سعرك. عندكم الترناتيف نتاع الدمادم، تنجم تنحي لي كول دو لونغ جمله هذيك نتاع المالك قول باي باي. انك تقرا الالمان في تونس سي تري بوسيبل، تنجم تقرا وتكمل معناتها النيفو نتاعك الكل، انا مع بروف مع ايكول دو فورماسيون اللي هو كامل الالمان للاخر، وبعدها تمشي لالمانيا جوست باش تعدي التيست نتاعك اللي تقبل اليونيفرسيتي. سي بون معناتها ديريكت تمشي تقرا في اليونيفرسيتي وامورك مريقله، حاجه بوسيبل وما تكلف لك الجمله خاطر ماكش تخلص في الكري دو ماكش تخلص في حتى اخر. كل شيء معناتها قداش باش تكلف لك في تونس معناتها لونغ حكايه فارغه، باش تخلص بالدينار ومش باللولو اللي هو ماشي ويزيد بون بليتو اللي الدينار ماشي ويزيد. دونك هذه الترناتيف باش تنجموا تعملوها للعباد بالرسمي عندها موتيفاسيون ويحبوا يوصلوا لالمانيا مهما كان، سي بوسيبل الحكايه ونعرف شكون يعملوها. وانت زادة تنجم تعملها كان عندك الموتيفيشن والديديكيشن انك تقرا 4 سوايع المون في النهار من لين تخلط. If you do that, respect. هو مقبيك نحكيو على تيست وما تيست وما تيست. هو باش نعطيكم البريك داون، الحاجات المهمة اللي لازمكم تشدوها بالنسبة للتيست دالمون. A2 مينيموم باش تاخذ فيزا في ستودنت فيزا في تونس. عندك جوتا والا لو اس دي يتعداو في تونس في برشا بلايص في تونس. وحاجة مهمة لهنا بيس ايفن بيفور مانثس راه ما تلقاش بلاصه، دونك انت كي تبدا عندك فكره وقتاش باش تخلط معناتها تكون سي بون ا دو، يعني ماذا بيك اصلا بعد ما تفرج الفيديو هذا سي بون تمشي تقيد في التيست، تعرف روحك في انا دات باش تعدي وتبدا من تاني. على خاطر حاجه اخرى اللي راهو الريزلتا تقعد شهر، دونك انت احسب عندك التيست نتاعك تعديه الريزلتا نتاعك تقعد شهر، رونديفو فيزا نتاعك الريزلتا نتاعها تقعد شهر، ومن بعد معناتها ما جاتك انت الواحد باش تاخذ البيي ماكش تاخذ من يوم تغدوتها البيي، نزيد جمعتين اخرين 3 جمعات حاسين انت باش حضرت روحك كل شيء. دونك انت عندك بريسك 3 اشهر جوست من انك تاخذ دات. جوست من انك تعدي بلوتو. وبيس اخرى برشا بيسات، دونت ايفر ستوب ليرنينج جيرمان بليز.
فما برشا حد كي يوصلوا للادو يقول لك ها سي بون كملت انا تو نرتاح لمده ساقية وبعدها تو كي نمشي لالمانيا كم باقي نو راه ولي تقرا لهنا تقرا بالدينار تقرا غادي تقرا باللورو اتس بيج اتس ديفرنس سو ننصحكم بالرسمي مش جست على الفلوس على خاطر بعد زادة فما شقلة أخرى متاع اللي باش تعملهم في ألمانيا والإنفرسيتي والديدلاينز متاعهم شقلة أخرى كاملة ماذا بيك كل ما تكمل على بكري كل ما أنت بعد تنحي على روحك بارش ستريس ما توقفش على قراية الألمان صحيح طوى يجيك شوية تعب بعد يجيك أقل شوية تعب من نورمال فووو يا معلم مرة تو باهي كيما شفتوا اليوم برشا ديتيلز برشا حاجات لازم تعرفهم ان شاء الله طبعا عندكم ايدي جنرال هكا منا ومن غاديكا وعندك فكره شنو لازمك تعمل وشنو لازمك تحضر ننصحك تبدا على بكري ويا ربي يشتغلت نو سيريسلي كما كنت تبدا على بكري تخلط من بعد بالمرتاح دونك كان تحبوا تفهموا اي موضوع من اللي حكيت عليهم ان ديتيل ماي بالتجربه نتاعي ولا التجربه نتاع العباد اللي نعرفهم فيش تعديت نجم نعملوا عليها فيديو اخر just let me know in the comments and I hope you enjoyed it and until next time stay curious.